السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متتبعينا من 58 ولاية، مرحبا بكم في قناتكم وصفحتكم ومحلكم أثاث الثقة. نظرا لطلباتكم خاوتنا كنتوا تقولون على لي بايو، رانا جبنا لكم دو موديل تاع لي بايو اللي مخدومين اون بوا اتر حاجة ما شاء الله. قبل ما نبدا لكم في الشرح تاع لي بايو خاوتنا، ماذا بينا فضلا وليس امرا تابونيو معنا في لاشين يوتيوب وتفعلوا زر الجرس وتبارطاجيو لنا لا فيديو وتخليو لنا لي كومونتير تاعكم. بارك الله فيكم على المتابعة، ان شاء الله ينالوا اعجابكم هاد لي بايو. نبداو على بركه الله نشرح لكم هاد لي دو موديل تاع لي بايو. نبدا بلو موديل الاول خاوتنا، كيما راكم تشوفوا فيه مختوم باتقان، الله يبارك كيما راكم تشوفوا فيه. فيه دو بورت اوفرونت بلس كات تيروار كيما راكم تشوفوا فيه، مرفود على الارض في هاد المرايه خاوتنا كيما راكم تشوفوا، بان ديزاين بزاف بزاف شباب خاوتنا. المرايه اللي راهي متموجه كيما راكم تشوفوا، ديزاين هايل هايل بزاف كيما راكم تشوفوا. بالنسبه للشكل الخارجي تاعو ما شاء الله كيما راكم تشوفوا خاوتي، خليت تحفه الله يبارك، مرفود على الارض، الحاجه اللي تهم المتتبعين تاعنا يعني يحبوا لي بايو اللي يكونوا مرفودين على الارض. رانا وفرنا لكم هاد لو موديل كيما راكم تشوفوا فيه خاوتنا، اون طري بال فينيسيون. نعاود نذكركم باللي لو بايو اللي راكم تشوفوا فيه مخدوم اون بوا اتر، سوليديتي ولا فينيسيون ما نحكوش عليها خاوتنا، الله يبارك. ننتقلوا نزيدوا نشوفوا في كوتي خاوتنا كيما راكم تشوفوا، يعني تفاصيل اللي تهمكم خاوتنا. بالنسبه للتقسيم الداخلي دو بورت اوفرون، شوفوا الله يبارك من الداخل خاوتنا، فيهم ايطاجير حاجه ما شاء الله كيما راكم تشوفوا. ها ليكم خاوتنا، مام في الجهه اليسرى فيها ايطاجير وين يرفد حاجه بلي تسع خاوتنا كيما راكم تشوفوا. بالنسبه لي كاتيروار خاوتنا توجور رايا تيرك اوفرتشير فاصيل حاجه ما شاء الله كيما راكم تشوفوا فيهم، يرفدوا بلي تسع خاوتنا. نزيدو ننتقلو نشوفو حاجة واحدة أخرى اللي هي المرايا كيما راكم تشوفو، لي ديمونسيون تاعو في الارتفاع فيه 2.80 متر و الطول فيه 2.80 متر كيف كيف. مام خاوتنا المرايا تاعو تقدرو تعلقوها وتحطوها في السور، يعني كيما تحبو نتوما، يعني المرايا تتعلق. بالنسبة للسعر تاع لو بايو هذا 13 مليون و800 مع النقل والتركيب لجميع الولايات. اي واحد حاب يتصل، اي واحد حاب يحجز، الارقام راهي ظاهره في اسفل الشاشه. ننتقلوا نشوفوا لو دوزيام موديل خاوتنا، الله يبارك خاوتنا هذا لو موديل اللي دار حاله في محل اثاث الثقه، خدمه واحده فينيسيون واحده بوا واحد خاوتنا اللي هو توجور لو اتر، الله يبارك خاوتنا بايو بديزاين بزاف بزاف شباب كما راكم تشوفوا فيه. 3 بورت اوفرونت خاوتنا مرفود على الارض بلس دو تيروار في قاعده زجاجيه في اللون الاسود خاوتنا كيما راكم تشوفوا فيها، حاجه لوكس دو لوكس طري طري بيان فيني كيما راكم تشوفوا، خدمه بزاف بزاف متقونه خاوتنا. شوفوا الله يبارك التقسيم الداخلي كيف كيف، ايطاجير لا فينيسيون بلاليمينيوم على الجهه اليمنى وعلى الجهه اليسرى، يعني كامل لي 3 بورت اوفرونت فيهم دي ايطاجير. هام ليكم لي تيروار برايا تيرك اوفرتشير فاصيل خاوتنا، يعني حاجه ما شاء الله، حاجه براتيك، حاجه اللي ما تعيقكمش كيما راكم تشوفوا. هذا لو بايو راكم تلاحظوا فيه بالمفتاح، يعني الناس بزاف يهمهم ويحبوا لو بايو تاعهم يكون بالمفتاح خاوتنا كيما راكم تشوفوا. الشكل الخارجي بزاف بزاف شباب في هاد لو موتيف اللي راكم تلاحظوا فيه، راح نصيبو ان بو بارتو في لي بورت اوفرونت كيما راكم تشوفوا فيه، خدمه بزاف بزاف متقونه. ننتقلوا نشوفوا لي ديمونسيون خاوتنا تاعو، بالنسبه للارتفاع فيه 2 متر خاوتنا وفي الطول فيه 1.80 متر، بايو بزاف بزاف شباب خاوتنا كيما راكم تشوفوا فيه. والسعر تاعو 13 مليون و800، نتمنى يكونوا نالوا اعجابكم هاد لي دو بايو خاوتنا. ونذكركم بلي اي بايو تقدروا تستفادوا معاه بلارجونتري تاعو ماشي مشكل خاوتنا، ما عليكم غير تتواصلوا معنا في بريد الصفحه ولا تتصلوا بنا في الارقام اللي ظاهره في اسفل الشاشه. وهذه يا خاوتنا تلاقوا في فيديو واحد اخر وبث مباشر واحد اخر، مرحبا بكم خاوتنا. اذا انت اول مره كتشوف هذا الفيديو نقول لك ابوني في لاباج والصفحه تاع اثاث الثقه باش نلحق كل الجديد المتعلق بالاثاث المنزلي الجميل والرائع، ومرحبا بكم خاوتنا.